السلام عليكم. المنشطات اللي اتكتبت كتيرة كانت في الموضوع ده، توصيلة الموت، تفاصيل خطف واغتصاب 5 فتيات داخل إحدى الشقق في منطقة أكتوبر، وفاة إحدى الضحايا بعد اغتصابها ودخولها في حالة اكتئاب، حفلة خطف واغتصاب قاصرات، 6 يونيو إن شاء الله أولى جلسات المتهمين في خطف واغتصاب الطريق الدائري. الموضوع ببساطة خالص اتكرر مع 5 بنات تحديدا، الأعمار بتاعتهم بتتراوح ما بين سن 17 سنة ل 35 سنة. من بينهم كانت إحدى المحاميات المشهورات في بداية الـ30، ما كانتش متجوزة، سمعتها كانت زي الفل، تشتغل على طول في شغل المحاماة، المحكمة كلها بتحبها، من عامل البوفيه لرئيس المحكمة، كل أصحابها المحامين بيعشقوها، مرحة، ضحوكة، وشها على طول في ابتسامة خفيفة لكل الناس، مش متكلفة. المهم المحامية دي اتصلت بأوبر، إحدى الشركات اللي هي بتاعت التاكسيات الرايح جاي، بالنسبة لي بكرهها، هنتكلم في الموضوع بعد كده. المهم اتصلت بأوبر علشان تركب معاه علشان تروح شغلها، وهما ماشيين على الطريق الدائري طلع عليهم عربية قفلت الطريق عليهم، نزلت السواق، نزلت البنت، خدوا البنت من السواق، اتكل على الله روح روح، وراحت قعدت في شقة في اكتوبر اكتر من 4 او 5 او 6 ساعات اغتصاب كامل ليها تحت تهديد السلاح. تشكيل عصابي اتجه للموضوع ده، خطف واغتصاب. المهم حصل لها الاغتصاب رحمة الله عليها، المحامية تحديدا عملت قضية، رفعت القضية، جالها حالة اكتئاب بعد حالة الاغتصاب اللي هي حصلت لها والبلاغ، هم اغتصبوها ورموها على فكرة. المهم حصلت لها حالة اكتئاب كبيرة جدا، وأصرت إن هي تحوش البلاغ اللي هي مقدماه فيهم تسحبه، وتخش كمان في حالة اكتئاب أكبر بكتير من اللي هي كانت فيه، وأصرت إن هما ما يفتحوش عائلتها، ما يفتحوش الموضوع ده تاني في أي يوم كان. قبل ما تموت مباشرة بأيام بسيطة، بعتت للمحامي اللي هو كان ماسك القضية وأهلها، وقالت لهم أنا مش عاوز حد يعرف تاني عن الموضوع ده أي حاجة، والموضوع ده اتقفل وأنا مش عايزة أفتكره تاني. رحمة الله عليها بسبب الموضوع ده، بسبب الاكتئاب اللي هي كانت فيه توفت. الواقعة دي كانت موجودة وانتشرت كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفين الشرطة وفين البوليس وفين كذا وفين وفين، على الطرق الدائرية، واللي حصل واللي واللي واللي. وزارة الداخلية على طول استجابت من البلاغ اللي هو متقدم على السوشيال ميديا، كمان ما كانش حد متقدم بالبلاغ، عرفوا الجريمة بعد ما اتكررت أكتر من مرة. كانت من ضمن البنات بنت عندها 17 سنة للعلم، كانت قاصر، بقت بعد كده مدام. المهم ما بلغتش برضو. نفس الموضوع ده اتكرر مع بنت تاني عندها 18 سنة، لكن البنت دي هي في الوقت ده اللي بلغت وقالت انا حصل لي كذا وكذا وكذا، بعد موضوع المحامية ما قالوا ان هي توفت بسبب الموضوع فلان الفلاني. المتهمين اتمسكوا الحمد لله كلهم، والجلسة بتاعتهم يوم 14/6 اللي جاي إن شاء الله. الموضوع اتكرر على كلامهم واعترافاتهم، والناس اللي هم جم، في بنت جت اللي هي عندها 17 سنة القاصر جت وأكدت عليهم، والبنت اللي هي 18 سنة اللي كانت بلغت عليهم بعد ما سمعت موضوع المحامية وأدلت بأوصافهم حتى رقم العربية بتاعت أوبر. على فكرة السواق دخل مع المتهمين دول ان هو على الاقل خلص ما بلغش عليهم، انا واحد من الناس شايف ان هو سبب رئيسي سواق التاكس او سواق اوبر ده اللي عمل حاجة زي كده، او كان سبب في حاجة زي كده. مع احترامي الشديد جدا، ده كان الموضوع اللي هو توصيلة الموت، او الخبر اللي بيقول توصيلة الموت، اللي هو كان في تشكيل عصابي بيوقف العربيات التاكسيات او اوبر وبعد كده بياخد منهم البنت.
عفوا، هو عارف منين مثلا ان العربيه دي تحديدا اللي هي الاوبر ده دي اوبر؟ مع احترامي دي عربيه ملاكي، طب انت عرفتها منين ان هي تاكسي؟ او عرفت منين ان الناس اللي ورا دي مع احترامي برضو انت بتوصلهم رايح ولا جاي؟ طب انت في اللحظه اللي انت ماشي فيها وهي راكبه ورا مثلا، في اللحظه دي انت شفتها فعشان كده تبعتهم؟ في كذا سؤال محيرني في الموضوع ده، ولكن في المجمل انا شايف ان الراجل السواق ده معاهم في القضيه دي، وان شاء الله يبقى معاهم في القضيه دي. على فكرة الموضوع اللي هو بيبقى فيه خطف واغتصاب سيدات ده إعدام على طول المفروض، بس يعني أنا مش عارف الناس دي كانت دماغها فين يعني، أو حاجة زي كده. طيب ده ببساطة الموضوع. تعالوا نتكلم بقى مع احترامي تمام على موضوع أوبر أو أوبر وكريم والحاجات اللي هي الخاصة دي. مع احترامي، إزاي أنت هتسمح لمراتك أو بنتك أو أيا كان حبيبتك أو أيا كان أمك خالتك كذا 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 إن هي تتصل بسواق وعربية تيجي ملاكي تاخدها من تحت البيت أو أيا كان؟ طب هي لو وحشة، أو لو هي سمعتها مش كويسة، أو لو هي بتضحك عليك وبتديلك على قفاك، طب ما هتتصل بحبيبها أو هتتصل بصاحبها أو هتتصل بأي حد من دول ويجي تحت البيت على أساس إن هو أوبر أو كريم، وتركب معاه ورا لغاية لما تعدي منطقة البيت. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، خدت القفا على قفاك وخلصنا على كده. سواء أب سواء أم سواء أخ سواء 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 سواء. ليه مش هنقول اللي احنا هنحط الحاجة الحلوة وهنحط الحاجة الوحشة؟ لأن الحاجة الوحشة لازم تتحط قبل الحاجة الحلوة. مع احترامي، الحاجة الحلوة موجودة لكن الحاجة الوحشة مش موجودة فلازم نحطها. مع احترامي، ما ينفعش. أنا شايف من الناس، من وجهة نظري، راجل اركب زي ما أنت عاوز، اركب زي ما أنت عاوز أوبر، اركب زي، اركب عجلة، حتى اركب توك توك، اركب عربية كارو، لكن ما تجيش تقول لك مراتك انا هركب اوبر مثلا وهدي لك نمره الراجل ولا نمره العربيه وتبقى معايا وتبقى متابعني على التليفون. بالنسبه لي انا ما بحبش حاجه زي كده. ممكن حد يؤيد رايي في حاجه زي كده، وممكن ناس تاني ما تؤيدش في رايي في حاجه زي كده، وخصوصا ان موضوع اوبر وكريم بقى دلوقتي على كل الشباب بيشتغلوا في حاجه زي كده. طب ما يعني مع احترام، يعني مش شغلتك، انت مش سواق. السواق ده ليه مهنة محترمة وعلى راسنا من فوق، ولكن انت حضرتك خريج جامعة او كذا او كذا، مش لاقي شغل، دور في اي حاجة تاني. انت مش سواق، انت راجل بتنزل بعربية، عربية 4x4 وعربية موديل 2020 ولا 21، وجاي تنزل بيها، انت بتقضي وقت بيها ومعاك علبة السجاير المربور ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا. انت مع احترامي انت مش سواق، يعني انت رايح بقى تشقط ستات بقى ولا تشقط بنات من على موضوع اوبر وكريم؟ ده رأيي في حاجة زي كده. يا ريت تخلي بالكم من المواضيع اللي زي كده، وخصوصا اللي هي التاكسيات اللي هي رايحه جايه. ده رايي. رايكم انتوا في حاجه زي كده في ايه؟ في موضوع اوبر وكريم، بتؤيدوني في الراي في حاجه زي كده، ولا انتوا بعاد عني في الراي، ولا انا متزمت في الراي في حاجه زي كده؟ بس انا تزمت اكتر في الموضوع ده بعد حالات كتيره حصلت في اوبر وكريم، وخصوصا الحادثه الاخيره اللي حصلت دي اللي هي توصيله الموت. الراجل ده اللي هو بتاع اوبر كان سبب رئيسي فيها. طب انت ما بلغتش ليه؟ مش عارف اقول ايه والله. يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات حاجه زي كده، ويا ريت تقولوا لنا موضوع الاغتصاب ده، ويا ريت ان هو نعمل هاشتاج محترم انتوا تختاروه علشان موضوع المتحرشين او موضوع المغتصبين ده نحط له وضع حد قاسي لاي حد يفكر ان هو يعمل حاجه زي كده. السلام عليكم.